تحية كبيرة، تحية كبيرة الحنان. تفضل حنان، أقوى حنان أقوى. مرحبا بك حنان. مرحبا بك أختي. مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك حنان. حنان قداش عمرك؟ بيانتو 34. قداش؟ بيانتو 34. 34 سنة. تسكن في سوسة؟ سوسة. مفاجأة يظهر لي جاتك الدعوة غريبة. أكيد. ها؟ أكيد. متزوجة؟ ديفورسي. عندك بنوتة يظهر؟ عندي بنوتة. يا رب يفضل لك. يا رب يفضل لك. قداش عمرها؟ 13. ها؟ 13 سنة. 13 سنة، ربي يفضلها لك. يلا. قل لي حنان، في بلاتو تحت تلفزة، ها؟ وفي برنامج اسمه عندي ما نقول لك، شكون في اعتقادك اللي ممكن يستدعاك في برنامج تلفزي كيما عندي ما نقول لك ويحب يقول لك برشا حاجات؟ شكون في اعتقادك؟ شكون في اعتقادي؟ انسان يمكن وجعني في وقت من الاوقات وحاب يقول لي علاش. تو سامبلومون. تتوقعش شكون؟ لا، ماك تعرف في الدنيا هذه برشا ناس يوجعونا. ايه؟ ها؟ بكلامهم، بتصرفاتهم. انت فماش شخص معين او حد معين؟ لا لا، ما عندكش فكره. ما عنديش فكره. على كل، باش نقدم لك مؤشر الان، باش تشاهدوا معايا على شاشه التلفزه، ها؟ مؤشر على مدى لربما حتى تقرب لك شكون الشخصيه اللي موجوده معنا في استوديو عندي ما نقول لك، ها؟ واللي بالفعل طلبك هنا باش يقول لك برشا حاجات. مباشره نشوف هذا المؤشر. حنان، نجم كلمه هد اللي تبني في سنين؟ حنان، نجم كلمه هد اللي تبنى في سنين؟ الكلمه ما تهدش، اما الفعل هو اللي هد. شنو تقصد؟ ماني عمرها ما كانت الكلمه هي اللي تهد، الفعل متاع الانسان هو اللي هد الحاجه اللي تبنات في سنين. نحس يقرب لكش شوية، هذا يعطيكش فكرة ربما على شكون الشخص اللي استدعاك. نشوفوا مؤشر ثاني. نشوفوا مؤشر ثاني. طب حنان، تأمل الكلام اللي يقول، كان فما زوز متفاهمين راه واحد منهم تعب. كان فما زوز متفاهمين راه واحد منهم، ما نحبش نقولها. اي ممكن. ها؟ ممكن، خاطر ناس تقبل قالك. شكال؟ ما نسيتها. شكال؟ قالك باش يتفاهموا زوز لازم يكون الدرك على واحد، فهمت؟ اي باش يتفاهموا زوز لازم يكون الدرك على واحد. اي عاد قرب لكش هذايا شوية، عاد يظهر لي الدرك تسهل. زيد كيف كيف. شاي؟ شاي. زعما راجل ولا مرة؟ شكون؟ اش تتوقع؟ خاصة انه انك طلقة، ها؟ زوز متفاهمين درك على واحد، دونك نورمالمون راجل. نورمالمون راجل. نورمالمون. نجم تكون غالطة. ها؟ نجم تكون غالطة. نجم تكون غالطة. يعني في ذهنك، ذهنك خالي تماما من انه شكون يكون موجود. خالي. باه، حتى نكون معاك واضح وصريح. شوف معايا على الشاشة. وشوف شكون اللي استدعاك في برنامج عندي ما نقول لك، وشكون اللي عنده ما يقول لك برشا كلام في برنامج عندي ما نقول لك. شوف معايا الصورة. صمت رهيب. شكون؟ إنسانة كنت في وقت من الأوقات أعز صاحبة ليا، أقرب إنسانة ليا. شكون؟ اسمها هان. اسمها هان. اسمها هان على الصورة هاك تشوفها. شي حكايتك معها؟ والله احنا عشرة طويلة من بعضنا وصارت صار سوء تفاهم. ما عرفتش شو ما تعرفش. ما
كنتوا صحاب والامور ماشي هيظهر لي. شنو هو اللي فرق بيناتكم؟ شنو هو الحدث الكبير الهام اللي خلاكم تتفرقوا زوج اصحاب؟ هي ادرى صار. هي ادرى ها هي تعرف شنو اللي صار. مسالش اعطيني وجهه نظر تاعك حتى ما نظلمو حتى واحد. مسالش يا حنان هات نفرقوا الرومانه بشويه بشويه. صار صار اللي في وقت من الاوقات عبد ينجم يتنازل على عشره نتاع وين على خاطر نبغت كوا. شنو هو اللي نبغت كوا؟ يعني شنو هو اللي هو حتى شيء هذا؟ لا اعلم شنو اللي دار في راسها، لا اعلم شنو اللي خليها باش توصل باش توصل تصرف هكاك. علمك اللي قالها تألمت اللي قالته على اللي قالته؟ اكيد. لكن ما يلزمش نعرفوا ها؟ ليه ما قلت على حسيتك متألمه برشا. ما يوجع كان العبد اللي تهز في هدية معك كلمة حلوة. و فريمون انسان تعطيه ثقة ويستغل لك الثقة هذيك باش يجرحك اوف توجع توجع و صعيب باش تتقبلها الفكرة. حنان اسمها بذلت مجهود كبير وشاق جدا في انها توصل الى برنامج عندي ما نقول لك ها وانها تجي للاستوديو التلفزي هذايا بكل ما يحمله ها من معاني ساميه نحب ناسسها في برنامج عندي ما نقول لك. يظهر لي اسمها عندها برشا كلام تحب تقوله لك وهاك تسمع فيها وهي قدامك اسمع حش باش تقول لك. حنان سامحني بالحق سامحني ظلمتك وغلطت في حقك وانتي تعرف انا قصدت باش نغلط في حقك طلب منك سماح تعرفني نحبك برشا من غير ما تخمم فيها الحكايه دي تعرفني نحبك انا بالحق ما تعرف كنت نجم نطلب ابسط الحوايج راجلي انا فضلتك عليه هو فضلت سماحك انت عليه هو سامحني اكهو طلب منك حتى شيء واللي مش تحكم به انت انا جو سوي بور مش نعمل اللي ما تعرفوش هي كوني انا مسامحتها صافي لونتون اللي انا سامحتها اما قعدت لوجيع هكا وسماح خذيته وهي ما تعرفش الشيء هذا. ايه لمتى؟ شنو لمتى سامحتها؟ لمتى لوجيع باش تقعد؟ تقعد سي با فاشيل هكاك باش تتنحى يلزم وقت سيرتو اللي هي ماهيش قديمه الحكايه يلزم وقت. قالت ما نجمش نعيش من غير صداقتك ها وخليت عليها بلاصه كبيره بدليل انه ما تصالحتش مع رجلها وجابتك انت لهنا للاستوديو حتى تصالح معه. هي اخر لحظه وقت اللي خرجت من دارنا على اساس باش نمشي تفاقد بنتها وتجي انا يعني كنت متغشى عليها خرجت يعني وقالت لي نسلم عليك قلت لها ما تسلمش علي نزلت في ثنيه في التاكسي هزيت التليفون ونبكي قلت لها اسمعي انا راك خليت عليا بلاصه تاو ما تبداش عايش اختي دونك تعرف هي يعني معزتها شنو هي عندي. واضح قابلة انك تسامحها اللي يسامح ربي واللي حاسب ربي انت وانا مسامحه رغبتك انت سامحتها باش ندعوك الى لحظه حاسمه ها ومهمه في حياتك في حياه صديقتك اسمها انك تقف في المكان هذا تتفضل يلا ها تقف ونحب نعطيك حريه الاختيار ها وحريه الاختيار هذه تتقاس بنبل مشاعرك وبصدق مشاعرك تجاهها وبصدق مشاعرها تجاهها. هذا يا ستار انا ما نحبش نراه الستار هذايا في غالب الاحيان ما نحبش نشوفه نحبه ديما كيما يتحط كيما يتحل. القرار عندك يفتح الستار حنان والا يبقى كيما هو. اكيد يفتح الستار يفتح الستار. تحيه كبيره يا ليه تحيه كبيره يا ليه. تفضل Thank you.
تفضلوا مرحبا، تفضلوا تقعدوا بحثانا. حلوة اللقطة هذه لأنها لقطة بالفعل فيها مشاعر فياضة ومشاعر إنسانية، نتمنى أنها تتكرر دائما في برنامج عندي. أنا نحب نعرف علاش تبكيو الزوز. لا ويا نحكوا زوز هذا هو بالضبط. حنان وسهاد كيما الحزن يبكي، كيما الحزن يبكي نجم الفرحة تبكي راه. أكيد الفرحة تبكي، أنا هذا هو الفرح نسميها. إيش بيك ساكتة أنت؟ اسمها كنت خايفة. كنت خايفة؟ لا، لا شنو؟ ما تجيش. ما تجيش. وإلا ترفض سمحني. أنا تعرف حسدكم في أنكم بالفعل بعد المشكلة اللي بعد المشكلة اللي صارت لكم أنكم رجعتوا أصدقاء وحسدكم في الصداقة هذه، ويريت ريت في نهاية الأمر أنه الناس الكل تكون كيفكم هكايا، قد نغلطوا مع بعضنا في بعض الأحيان، لكن راو إصلاح الأخطاء في نهاية الأمر، في نهاية الأمر الأخطاء واردة، واللي ينفع فيها هي اللمة هذه ويقول لك الصديق كان وقت الضيق. فرحانين، ربي يفضلكم لبعضكم ولا نحيكم على بعضكم. تحية كبيرة ليكم، تحية كبيرة، تحية كبيرة ليكم، شكرا لكم.